أمبيونس اف ام، الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية. الإذاعة الجهوية الأولى بالمهدية. موعدكم الأسبوعي كل يوم خميس مع الجديد والحصري في كرة اليد التونسية والعالمية، نتائج، تحاليل فنية، استضافات من تونس وخارجها. فانكارون نتنفسهم. سامي العايب مستشار فني جهوي برابطة الوسط والوسط الشرقي. جرات العادة معناها حسب الريونيون انيول اللي خدمناها في ديريكسيون تكنيك ان نعملوا دي جورني دي فورماسيون دي ريسيكلاج لي زونترونور دو جون. عام ناول وتات ظرف نتاع كوفيد ما خدمناش، خدمنا جورني بركه. السنه حاولت ننسق مع لي زانترفونون كل باش نحاولوا نفيدوا لي زونترونور نتاع الشبان اللي في الريجيون نتاعنا. تبارك الله معناها نسقنا مع سي منير حسن الحصه الاولى، التيم تاعها هو 5-1 اوم اوم. الحصه الثانيه كيف كيف براتيك مع سي سيد العياري، هما لي دويال والاكسبلوطاسيون نتاع لي دويال دون لو جو. الحصه الثالثه هي خاصه بالبريباراسيون فيزيك عند سي عمر الخضيره اللي هي بريباراسيون فيزيك انتيغري اون هاندبال. نحب نشكر الحاضرين الكل اللي حضروا في الجورنيه هذه، اللي فما ناس جات من صفاقس ومن تونس، فما ناس بالحق معناها تحسهم مغرومه اللي واكب لي جورنيه. هذوما من شانهم انهم يحسنوا ويوحدوا ويقربوا معناها اللغه اللي تكون بين المدرب، لانه شو كمدرب ياخو بار اكزومبل جمعيه خدم بها بار اكزومبل كاتيجوري كادي بي، عطاهم دي نوسيون معينين ودي كونسيني معينين. اذا ما يكونش الناس كل موحدين الديسكور باش الجوار تبدا عنده باساج من انترونور لانترونور بنفس ديما الديسكور هكا يستفاد. لي جورنيه هذوما معناها صارت. الحضور تبارك الله معناها محترم. كيف كيف نحب نشكر لي زانترفونون اللي جاو، اللي ما لقيتش حتى صعوبه في التعامل معاهم، بل بالعكس معناها كل ما نقول له معناها شنو رايك اقترحت عليه البروبوزيسيون انا نعملوا جورني في الدات، الا وقال لي ساني معاك. بالنسبه للجورني بون بادره من رابطه نتاع الوسط ومستير مع تبادره تذكر لما باهيه فريمون، رينا برشا عباد اللي كي سون لا انتريسي معناتها بالكونتوني نتاع الجورني هذه. فما معناتها سي منير سي سيد انا اون ايسي دو كونتريبي معناتها في الجورني هذه. اون ايسي معناتها باش نعطيو لمحه على التجربه الصغيره اللي عشناها كوسوسوا انا مع المنتخب ولا سي سيد التجربه الكبيره اللي عنده كيف كيف منير. اون ايسي دو توشي معناتها دي تيم اللي يخرجوا شويه من الكلاسيك. حكيت انا على معناها على البريباراسيون فيزيك انتيغري شويه، لو شونجمون دو ستاتو بين ديفونسور اتاكا. كيف كيف سي سيد يافي ان تروك انتريسون معناتها بالنسبه للدويل ديفونس بالنسبه لمونير. الحق ماذا بينا كان تلموا اكثر معناتها صافي بليزير دو فونير دو كونتريبيي معناتها لون جورني كيما هكا. سافا كونتينيي تويكا، فما اون بارتي تيوريك زاد شكون ان شاء الله انتريسونت كو سوا معايا ولا سي ياسين، وان شاء الله نعاود مره اخرى. اذا كان ما تصيرش الخدمه هذه في الجون بيان سور شنو قاو دي ديفايونس بالنسبه للكبار، كي تشوف اللي لي زونترونور دو جون كلهم يسون انتريسي بار سا سي ان بون سيني. يلزمنا نخدموا الحق، عندنا دي بروبليم، عندنا الرياليتي نتاع الهوند نتاعنا هاكم تشوفوا معناتها لا كولتور نتاع الديفونس. يا دي بروبليم معناها احنا بالنسبه للجون عندنا اون كولتور سورتو في الاسبي نتاع اوفنسيف. في الاسبي ديفونسيف il faut qu'on s'améliore un peu plus. il faut يلزمنا نخلقوا معناها دي جوار سورتو فما دي بوست اللي نعانيو فيهم حتى في المنتخب يلعبوا كو سوسوا في الاتاك ولا في الديفونس. ريتو في ليكيب ناسيونال سينيور سي با لا ميور ايكيب اللي في الاتاك اللي هي معناها الديفونس. اون دي بروبليم معناها يلزمنا دي جوار من اللي هما صغار يكونوا كومبلي كو سوسوا في الاسبي اوفنسيف ولا ديفونسيف. وفاء اللومي مركز النهوض جمعية نسائية بصفاقس. لما جورني متاع فورماسيون بو لي زونترنور عجبتني برشا المبادرة هذيا من الجامعة اللي عملتها لنا، مكنتنا باش نتلقاو بالزملاء وباش نشوفوا أفكار جديدة من عند عباد أكثر منا خبرة ويعطيهم الصحة كما سي سيد العياري وسي عمر خضيره يعطيهم الصحه، وسي منير حسن زيد يعطيه الصحه فيهم في هالفورماسيون هذيا،
وهو كما قلت لك معناها تبادلنا افكار، عطاونا دي سيتياسيون بون ما دي سيتياسيون معروفين ونعرفوا كل شيء، اما فما افكار نتبادلوا فيها نختلفوا ونعطيو نفس الافكار ادي مومون، وان شاء الله ديما هكايا من حسن نتحسنوا ونزيدوا الى القدام ان شاء الله، ديما كرة اليد القدام وان شاء الله في فرصه اخرى ان شاء الله. كل حال جورني كما اليوم هي ان شاء الله تكون دوريه، وان شاء الله الرابطات الكل ينزلوا على منوال الرابطه نتاع الوسط. اكيد المدربين تحس اللي هما فما غرام وفما حماس، الاقبال كان محترم جدا، وفيه خليط ما بين الاجيال الكل، وهذا الشيء اللي فرح. وانا سعيد اليوم اللي تقابلت مع اجيال اللي ممكن اجيال اللي كانوا لاعبين ولاو بعد زملاء في التدريب. جورني كيما اليوم هي نقول انا اون ميزا نيفو، الواحد نتقابلوا نجموا نحكيوا ونجموا نتبادلوا افكار. انا شخصيا ركزت على موضوع اللي هو حساس ياسر، اللي هو لو دويل اي سون اكسبلوطاسيون دون لو جو، على خاطر نحبوا نمشيو نقول انا ننظروا شويه للعالميه وننظروا شويه للهاندبال دو نيفو، اللي كونه توا كره اليد ولات مكثر اللاعبين نتاع الخط الخلفي اللي هما الظهير الايمن والظهير الايسر ولاعب الارتكاز، ما يكونوش لاعبين نتاع شوت اكهوا من عن بعد. توا في بحضور الدفاع الصلب وطول القامة في الوسط نتاع الدفاع ووجود حراس من طراز رفيع، تخلي يلزم الأسلوب اللعب نتاع الهجوم يكون مبني على 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 نقول أنا اللعب في الأروقة، ومبني على اللاعبين اللي يتقنوا الفرديات باش ينجموا يربحوا الفرديات، وإذا كان يربحوا الفرديات أكيد المهمة تبدأ سهلة، اللي كونه فما بعد تفوق عددي اللي يكمل على الظهير خارجي او على الاجنحه او على لعب الدائره. وهذاك توا كره اليد العصريه ماشيه في التوجه هذا باش تكون الفريق فيها تكامل، اللي لاعب الخط الخلفي يعرف يلعب مع الجناح نتاعو، يعرف يلعب مع لعب الدائره نتاعو، ويكون لاعب الارتكاز هو اللي ماشي يخطط للفريق، لكن اللاعبين اللي يلعبوا معاه يكون عندهم مؤهلات اللي تخليهم يتفاعلوا ويتعاملوا مع كل وضعيه. لكن نحبوا الاوضاع متاعنا والفرص المتاحه باش نسدوا فيهم يكونوا فرص قراب للمرمى وفي اروقه، ويكون عندنا حظوظ اوفر من اللاعبين الوراء اللي سدوا من 10 متر وال 11 متر. معاه كيف توا اللعب السريع والتنقل من الدفاع الهجوم اللي مبني كيف على الفرديات وعلى اللعب الجماعي، هذاك علاش انا حبيت التيم متاعي اللي اخترته اليوم هو لو دويل، على خاطر شفنا مثلا لاعب كيما درمول اللي اعطى وجه اخر للمنتخب في الفرص اللي كانت اسهل من قبل، وهذاك الشيء اللي يعطينا حتى النسبة المئوية نتاع النجاحات على مستوى الهجوم كانت أحسن، أقل أخطاء فردية، أقل أهداف، أقل نقول أنا معناها تسديدات ضايعة، وهذا اللي يعطي أكثر نقول أنا تنوع في اللعب نتاعنا، واللاعب يكون عنده تكوين شامل، ينجم يلعب في الأروقة كما ينجم يسدد من الخلف، ويعطينا التكوين مع اللاعب اللي لازم يتقن الهجوم والدفاع، وهذا شيء شرط ولا رئيسي وضروري باش لاعب النخبة لازم يكون متكامل باش ينجم ويتأقلم مع كل الأوضاع هذه. نظرا للعب نتاع تطور كرة اليد في السنين اللي فاتت، هو الملاعب لازم يكون اوتونوم، يعرف يلعب وحده، يعرف يلقى الحلول وحده. وزيد شفنا اللي لوبسيرفاسيون والدراسات نتاع المنافسين والفيزويل وغيره اللي يخليك اللي المنافس تنجم تقيمه وتنجم تحله، وبالتالي شكون الفريق اللي عنده اكثر حلول
واكثر لاعبين اللي يتاقلموا مع الاوضاع باش اللعب نتاعهم يكون فيه اكثر نجاعه هجوميه. اذا نتكلم على الناحيه الهجوميه واللعب ونقول انا لو كريتير لو بروفيل تاع اللاعبي لو نيفو، وهذا كل ما يبدا الا بالفورماسيون على باز، والفورماسيون على باز اللي يلزمنا نتكلموا نفس اللغه مع كل المدربين باش اللاعب المدرب اللي يدرب في الاصناف الصغرى يلزم يغزر للو نيفو شنو المتطلبات نتاعو، ويلزم فما تكامل ما بين المدربين نتاع الاصناف الصغرى اكيد اذا نحسنوا لهم الظروف نتاعهم، اذا يلقى ملعب على ذمته باش يتدرب مش في نصف الملعب، اذا يلقى قاعه من المحبب باش يتدرب في ظروف باهيه، اذا كان اللاعبين الصغار ما يرتاحوش 5 شهور في العام، نحن البطوله نتاعنا تدوم 7 شهور و5 شهور اللاعب يعداها في الحي نتاعو، وممكن الملاعب نتاع كره اليد يسوكونفيرتي في ملاعب نتاع كره القدم، و5 شهور راحه بالنسبه للاعب في الاصناف الصغرى. انا يظهر لي اشتر الموسم نتاعو عداه في الراحه، عداه في عطله، وقت اللي من المفروض لاعب النخبه يلزمو يخدم بانتظام على مستوى المنتخبات ولا منتخبات جهويه او الانديه، اذا كان نطمحوا باش تكون عندنا انديه نخبه كما توا عندنا انديه نخبه اللي هي تحضر لاعبين المنتخب. وبالتالي انا اقول كره اليد هي تكامل ما بين العمل القاعدي وما بين الاصناف الاولى الفرق الاولى، وتكامل ما بين مدربين الاصناف الصغرى ومدربين المستوى عالي، ويلزمنا نكونوا زاد مدربين نتاع النخبه، نظرا اللي النظره تختلف على مدرب عادي اللي يلعب من اجل النتيجه، وتزيد تلقى معاه مسؤول اللي يضغط عليه حكايه النتيجه، واذا كان المسؤول ما يكونش مشارك وما يكونش حلقه في على مستوى التكوين وعلى مستوى اعداد النخبه، انا نقول المدرب والمسؤول يلزم يتكلم نفس اللغه، ويلزمنا نقربوا لبعضنا، ويلزم الجامعه تقرب، ويلزم الرابطات يقربوا، ويلزم الانديه تقرب باش نجموا نتكلموا نفس اللغه، ويكون الهدف نتاعنا هو خدمه كره اليد الوطنيه، كره اليد النخبه، كره اليد على مستوى المنتخبات. جورني تريز امبورتون اللي صارت اليوم بكل صراحه. نشكر رابطة الوسط اترافير سي سامي العايب اللي حاول اليوم يجمع المدربين خاصه بالنسبه دي تيم يعني تخص لا فورماسيون دو جون. بادره طيبه ان شاء الله البادره هذه يعني تتواصل وتكون موجوده يعني في الرابطات الكليكيه. مواضيع هامه طرحتها يعني جورني هذه. نعرفوا اليوم اللي بالنسبه للمدربين دو جون ما يحكيوش تقريبا ما لونغاج يعني بالنسبه للتفاعلات بالنسبه ليزونترينمون بصفه عامه. تريز امبورتون اليوم باش طرحان مواضيع خاصه تخص من الموان 17 معناها وانت هابط كما يقولوا موان 17 لموان 15 لموان 13 اللي مواضيع تخص بدنيه، مواضيع تخص الترافاي ديفونسيف اللي ناقصنا برشا سيرتو يعني في لو جون ترافاي ديفونسيف وترافاي نتاع يعني العمل يعني ترافاي فيزيك. حاولنا باش نتوشيو حاجات اليوم وطرحنا بروبلوماتيك كبير بالنسبه للمدربين، هل اسكو اون كومونس بار دي ديفونس اللي تكون ايتاجي وبعتالي معناها نحاولوا باش ناخذوا ديفونس يعني نقولوا ابلاتيك كما 06 ولا العكس. سي تريز امبورتون هذايا على خاطر فما كونفيزيون كبيره في الخدمه، ولاحظنا حتى ترافير دي كاستيون مع المدربين اللي حكينا معاهم اللي تلاحظ ما يحكيوش نفس اللغه على كاستيون يعني تلقى دي ريبونس ديفيرون، وهذا يعني بالنسبه لي انا شيء خطير. يا حبذا لو هالمبادرات هذه ولي تام يكثروا ولي زانترفينون معناها يكونوا زاده مواضيع يطرحوا مواضيع اخرى اللي توش الخدمه دو جان اللي هي لو بلو معناها لا بلو معناها امبورتون بالنسبه كي نقارنوا اليوم السينيور اللي نلاحظوا شويه البيراميد شويه رونفرسي، يعني نحكيو مع بعض المدربين في السينيور تلقاه يتوشي في حاجات اللي نورمالمون تخدم في لو جون والعكس بالعكس. ان شاء الله
ان شاء الله المبادره هذه تاخذ صدى نتاعها. نشجعوا زاده الجمعيات اليوم تعملت في مهديه، ونشجعوا جمعيات اللي عندها تقاليد كبيره، كما ناخذوا اليوم المهديه ناخذوا بن خيار، ناخذوا المكنين، ناخذوا اليوم منزل تميم، الحمامات. اليوم فما جمعيات قاعده تخدم وقاعده معناها تعطي في بصمه كبيره لهنا، وطلع في جوارات نحكيه على طولبه، اليوم نحكيه على ساقيه الزيت، يعني قاعدين يخدموا قصور السيف القريبه لهنا. سي تري امبورطون، راهو فما ماده خام كبيره، وانا لاحظت اترافير الجروب اللي خدمت معاه هذه تقريبا ساعه وربع، فما تحس فيهم عندهم مارش بروغريسيون كبيره. رحنا اليوم راهو ما نجموش اليوم نبنيو عماره ما يكون القواعد نتاعنا والعرس نتاعنا صحاح، لازم شويه نعملوا معناها بيتي ريكيل التالي بور مي معناها ديماري بور مي معناها كيما نقولوا لونسي من جديد في الكورس نتاعنا. رانا ما نبداوش ديما ليماج نتاعنا هي ليكيب سينيور، نرجعوا نخدموا في ليجون نتاعنا، اما راهو من غير التكوين المدربين هذا ما تلاحظ اليوم انا عدد بصراحه عدد ممتاز يعتبر، يعني لونتور تقريبا 80 سي بيان هذا في جورني واحده. فما اللي جاء من بعيد سي تري زامبورون، تحس اللي فما غرام، لازم زادة تكون فما انكادرمون فما فورماسيون، لازم نلموا الناس هذوما باش في الاخر نعاود ونكرر نحكي نفس اللغه بالنسبه للجون هذوما. ما نجيوش اليوم في جمعيه مثلا مدرب اليوم على حسب لي برانسيب اللي عنده على حسب الفورماسيون اللي عملها يكون يحكي لغه معينه pour simplifier les choses، يحكي لغه معينه دي شوا دي زيكزرسيس معينه شوا ديسبوزيتيف ولا كومون اتاكي ولا كومون ديفوند. يجي مدرب اخر بيتاتر مش نفس التكوين مش نفس الواحد نلقاه هنا اللاعب يكون ضايع في التكوين نتاعو. ان شاء الله المبادرات هذه تتواصل يعني وتتواصل، اليوم يكون معناها نقولوا احنا في ثلاثة شهور تصير معناها ما نعرفش يعني فورماسيون تاع دو تروا جور مش بنهار برك، مبادره ممتازه نثمنوا عليها وان شاء الله تتواصل وان شاء الله القادم احسن بالنسبه لكره اليد التونسيه. والله انا بالنسبه لي انا مثلا السيونس بتاعي حاولت اليوم باش تكون هي سيونس معناها ديستيني لي جوار موان 17 ans في الخمسه واحد اومون لامبورتونس نتاع الديفونس هذه في الفورماسيون دو جون. واللي اليوم كي نجي ناخذوا مثلا الفرنسي اللي واخذين تقريبا في الخدمه نتاعهم من الزيكول الكل كاير ويحاولوا ديما معناها يلابوريو كيما نقولوا خدمه وان بلون دي ترافاي ان بلون لي جون نتاعهم. شوفوا لهنا اللي الان 5 اللي هي مستعمله مثلا بالنسبه لموان 17 معناها نقولوا العمر تحت 17 عام بالنسبه للكرواسي. ناخذوا اليوم اسبانيا ناخذوا اليوم فرنسا، يقول لك اليوم الديفونس هذه هي البلاتفورم ولا هي كيما نقولوا القاعده نتاع الفيليير نتاعهم اللي عندهم هما نقولوا احنا البي بي اف باركور بيرفورمانس فيديرال اللي هما عندهم كتيب تقريبا 81 صفحه كيفاش اليوم يوصل الجوار انترناسيونال في مستوى معين باش نوصلوا بعدين نحكيو على الزيرو 6 وزيرو 6 كيفاش تبدلت ولي توندونس جديده وكم ديفونس هي ان موان بور معناها ابروندر اتاكي سي تري امبورطون. هذايا احنا نركزوا برشا على الاتاك نحكسلو برشا على كيما نقولوا لي برانسيب من غير ما نشوفوا لي شوا من غير ما نشوفوا اليوم اللي يعني التصرف نتاع الجوارات في وضعيات معينه اللي خليه يتحسن. هذا تري امبورطون موضوع طويل برشا هذاك يا حبذا اليوم احنا ماذا بينا نعطيو وقت اكثر بالنسبه للجون حتى بالنسبه للمسؤولين معناها مساج المسؤولين راهو ما فما حتى غايه اليوم في السينيور نجيب 5-6 جوارات ونحاول باش نلوج نتيجه انيه والصغار نتاعو بيتاتر عنده بوتنسيال كبير اللي بيتاتر في 3-4 سنين راهو تنجم تكون جوارات وتنحي برشا مصاريف يلسي فيه برك باش تجيب بروفيل مدرب باهي ناس مغرومه جوارات نتاعك يعني تعطيهم الحق نتاعهم. هذا كل كلمة ما يتطلبش حاجه كبيره اما راهو الخدمه والمعناها تحسين مستوى راهو بتكوين المدربين. عندنا نومبر كبير لغرام موجود ما نحبوش اليوم اللي الناس هذه تكون ما نقولش اونتر بارونتيز كلمه كبيره ضايعه في شنو نخدموا باش نوصلوا لاعلى مستوى. نعاود نكرر لازم نعملوا ركيل فهمتني في معلوماتنا في التصرف بتاعنا علاش اليوم هربنا شويه فهمتني توا بعدنا شويه على مستوى ما نقولش العالمي ديجا انا بعاد بكل صراحه بعاد على خاطر بعدنا برشا على الفورماسيون. جي نقارنوا مصر ونقارنوا واحد سي سون دي زيكسبيريونس تعاش ويسم برشا صبر
وبرشا خدمة وبرشا ناس قلوبها على بعضها يعني باش تخدم. تريز امبورتون راهو كي يبدا فما جو عام اللي تخلي الناس كل كير تحكي نفس اللغة، هذا ديما راهو اليوم ولا غدو نعطيو نتيجة به ان شاء الله. موعدكم الأسبوعي كل يوم خميس مع الجديد والحصري في كرة اليد التونسية والعالمية، نتائج، تحاليل فنية، استضافات من تونس وخارجها. فانكارون نتنفسهم.